على مشوار الرحلة، مشرف وتاريخ طويل يا كابتن حمدي. حب الناس يا كابتن طبعا أسامة. بعد الاعتزال بقى كابتن حمدي سلك مجال التدريب، ومن أهم اكتشافاته كان محمد صلاح. هو اللي حصل ان انا بعد ما اعتزلت الكورة سافرت الامارات، قعدت في نادي الجزيرة في ابو ظبي 3 سنين. وبعد كده رحت نادي العين، قعدت 9 مواسم. الشيخ محمد بن زايد ولي العهد والشيخ عزاز بن زايد اخوه بعتوني فرنسا. قالوا لي كابتن حمدي روح فرنسا في مركز كرير فونتين. فونتين ده هداف كاس العالم بتاع فرنسا، عملوا مركز تابع للاتحاد الكره الفرنسي في جنينه كبيره كده زي هنا فيها 16 ملعب، وبيعدوا اللاعب المحترف. اعداد وثقافة اللاعب المحترف. فانت رحت خدت الدورة دي؟ رحت قعدت شهر. حلو قوي. شفت بيعملوا ايه للعيبة اللي بيحطوها على بداية اساس الاحتراف اللي هو ناقصنا هنا. ده اللي انت طبقته مع محمد صلاح لما جيت اللي وصل. خرج بدري. عاش هنا التفكير. الاحتراف. والفكر. حطيت فيه الفكر. بدأت تزرع فيه الكلام اللي انت شفته. عنده فندق. قاعد في الفندق هنا. تعالى للملعب الساعة 6 الصبح، تصلي الفجر وتيجي. ناقصك ايه؟ رجلك اليمين. تبدأ نشتغل عليها. لما تروح للجول شوف الجول واقف فين. وحط الكرة هنا او هنا. تروح بسرعة لكن في حتة صغيرة كده تبص على الجول. شوف الكرة واقف فين. فأقصد اقول لك كابتن يمكن هو ده، احنا عملنا الاحتراف في مصر بدون الاسس والعناصر بتاعته. احنا كان عندنا عبد الستار صبري بنفيكا، عندنا مظهر عبد الرحمن، عندنا لعيبه كتير وصلوا. لكن المناخ، ايوه، حط اللاعب في المناخ الجيد وفهمه ثقافه الاحتراف. قلت له يا محمد انت اللي هتستفاد، النادي ده بيجي لعيبه وبيمشوا، انت حطيته على اول الطريق، استفاد وانت سنك صغير سايب بيتك واهلك واصحابك في هدف. الهدف انا بالنسبه لي ان انا اطلعك الفريقين اول كويس عشان يبقى عندك عقد احتراف. الكره هي اللي عملتنا يا ابني. ومحدش هيقول لك الكلام ده، حافظ على نفسك، نام بدري، وتعالى شوف اللي ناقصك انا هكمله. وقلت له النني وعلي فتحي وشريف علاء وبعد كده خالد نجوم كبار 7-8 لعبوا دوري ممتاز. لما كابتن حمدي نوح